وفق مراقبتكم لهذا المشهد حتى هذه اللحظة، هل تجدون بأن هذا الإقبال المكثف ربما قد يغير النسبة وقد يغير الورقة تجاه صالح أحد المرشحين أو ما شابه ذلك حتى اللحظة؟ نعم، بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لك ولمشاهديك الكرام وإلى الضيوف الأعزاء. حقيقة هذه الانتخابات فيها هدفين كبيرين ابتداء، وثالث يأتي وهدف ثالث يأتي من فقدان الرئيس الراحل رئيسي باعتبار سد الفراغ سريعا عبر الآليات الدستورية. الهدفين الكبيرين هو حماية خط الثورة، أنا أتحدث بالنسبة للجمهورية الإسلامية، حماية خط الثورة، والآخر حماية الدستور. لحد هذه اللحظة كلا الهدفين متحققة، سواء من حيث المرشحين وخلفياتهم الوظيفية أو خطوطهم كما يصطلح على المتشدد والآخر الإصلاحي أو المحافظ والإصلاحي، المبادئي والإصلاحيين أو المعتدلين وما إلى ذلك من تصنيفات، في معظمها هي خطوط متقاربة داخل الجمهورية الإسلامية وتتفق على الأهداف الكبرى في داخل الجمهورية الإسلامية التي تحدثنا عنها، هو خط الثورة الإسلامية التي فجرها السيد الإمام الخميني، والآخر حماية دستور هذه الثورة. هذا الدستور محمي بسبع مؤسسات كبيرة في داخل الجمهورية الإسلامية. لحد هذه اللحظة لم نلحظ أي خرق في هذه المؤسسات أو في هذه الآليات أو في هذه الأهداف، وهذا النجاح الأول بالنسبة إلى الانتخابات. نعم، بالنسبة إلى زخم الحضور وتمديد موعد الانتخابات أو ساعات الانتخابات، لربما تارة إلى الزخم في اللحظات الأخيرة أو بالنسبة إلى الجو أو بالنسبة إلى يوم الجمعة بالنسبة للإيرانيين كحالة فردية شخصية عائلية، لربما الآخر ليس لديه معلومة أن يوم الجمعة بالنسبة للإيراني يوم مقدس عائلي لا يفرط به بأي شكل من الأشكال. لربما التمديد، أنا أعتقد التمديد يأتي من هذه النقاط وليس فقط إلى زخم الجمهور الحاضر إلى الانتخابات. زيادة غلة أحد المرشحين الأربع الذين يتنافسون على هذه الانتخابات، بالتأكيد كل ما زاد العدد كل ما نصل إلى منطقة حساسة في الانتخابات الإيرانية. المرشح للرئاسة الذي لا يحصل في الجولة الأولى، الذي لا يحصل على 50% من الأصوات المصوتين هذا اليوم من الحضور إلى الانتخابات في هذا اليوم، لا يكون رئيسا، وإنما تؤجل إلى جولة ثانية من الانتخابات في الجمعة القادمة. طيب، إذا زاد العدد حقيقة قد نعبر هذه المرحلة ونخرج بمرشح يتجاوز 50%. سليم جدا.